السلام عليكم، هوضح بس هنا ازاي نقدر نجمع كذا صورة ونعملهم في صورة بليت في الباوربوينت من غير ما نخسر الكواليتي بتاعة الصور، ويبقى الكواليتي بتاعته عالية ونقدر نحطه في دخله بعد كده في وورد، نحوله لبي دي اف نبعته زي ما هو، حتى نضيف عليه تكست نضيف عليه ليجند او كده. دي سلايد باوربوينت بلانك، يفضل نخلي اللاي اوت بتاعها بلانك كده مفيهاش اي حاجة. هقول له insert picture from file، مثلا عايز ادخل الاربع صور دول، ممكن ادخلهم الاربعة مرة واحدة، ممكن ادخلهم صورة صورة. نكبر من داخل، مثلا الصورة الاولانية، الصورة الاولانية كبيرة جدا واخدة كل السلايد سايز، اعمل زوم اوت من هنا من البلاس دي من الماينس دي، واحرك الصورة دي كده على جنب. بعدين نعمل insert بقية الصور واحدة ورا التانية كده، insert ممكن اعملهم insert الاربعة مرة واحدة، بس هيبقوا زي فوق بعض واضطر ان انا افصلهم، فالافضل ان انا امشيهم خطوة خطوة. insert كويس، الاربعة كده تقريبا مرصوصين جنب بعض بنفس المسافات ما بينهم. حابب ان انا ادي كل واحدة فريم مثلا كده او فريم بس، من غير ما يبقى له اي حاجة تانية، اعمله بس فريم اسود لوحده او فريم ابيض حتى. ممكن اقوله بيكتشر بوردر يبقى ابيض، بيكتشر بوردر الويت بتاعها يبقى زيادة شوية او ازيد كمان. كده وكذلك، وابلاي على الباقيين. طب انا عايز اضيف تكست تحت كل واحدة، ممكن اعمل زوم ان شوية ازود المسافات شوية ما بينهم، بحيث ان انا هكتب مثلا تحت كل صورة الصورة دي تبقى من انهي جروب مثلا، او من انهي من اي مجموعة، او من اي ليجند هحطه عليها. هنقوله insert text box اكتبه هنا، يفضل ان انا اعمل background يعني text shape fill مثلا، اخليه ابيض واكتب figure مثلا 11 showing اي كلام. كبر الفونت بتاعنا شوية، وهكذا. عايز احط على الصورة دي وان دي A B C D واحط لهم ليجند واحد تحت، برضو وارد بنفس الفكرة. insert text box وارسم هنا مربع كده، اقول ان دي الصورة رقم A، خليها بولد واكبر الفونت كده. كذلك ممكن اعمل لها كوبي وبيست على الصورة التانية واحطها هناك واسميها بي. اوكي، واعمل تاني زوم اوت. الزوم ان والزوم اوت برضو بيشتغل بالكنترول وبكرة الماوس، هفضل دايس على زرار الكنترول على الكيبورد وبكرة الماوس بحيث ان انا اكبر واصغر. لو ان احنا هننزل ده تحت كل الفيجر يبقى هو ده اللي فيه التكست بتاع الفيجر كلها، ممكن احطه كده او احطه فوق، احرك دول او محركهمش. بس انا كده خلصت. انا ممكن اعمل ايه قبل ما اعمل سيف؟ عايز اعمل لها سيف كصورة، اجيب الماوس كورسر ده اخليه بره وادوس كليك شمال وافضل دايس عليها واشد كده مربع كبير بحيث اسلكت كل ده مع بعضه، بدل ما اقعد ادوس كليك كليك كليك. ممكن ادوس لكل واحدة فيهم بس لازم ادوس كنترول الاول، بس يفضل ان انا اجيب من بره كده، وكنت طبعا عامل زوم اوت من الماينس اللي هنا او كنترول والبكرة، وادوس كليك يمين واقول له جروب. كده هو جمعهم لي كلهم بقوا صورة واحدة، لما اجي احرك احركهم كلهم مع بعض.
ادوس كليك يمين برضو واقول له سيف اس بيكتشر، او ممكن اعمل زوم اوت خالص واكبر الصورة دي كده، بحيث كل حاجة هتكبر، كل ما بتكبر كل ما هتديك كواليتي اعلى وتحتفظ بالريزوليوشن بتاعها. اقول له كليك يمين سيف اس بيكتشر، فرضا انا هسيفها هنا في بيكتشرز وهسميها بيكتشر 3 كده، بس هقول له الفورمات بتاعتي تبقى اتش بي اي جي، تبقى احسن في الهاندلنج والتعامل بتاعها ما بين البرامج التانية. اقول له سيف، اخد كده وقت وعمل سيف. لما افتح الفولدر بتاعي اللي هو بيكتشرز هلاقي الصورة موجودة هنا اهي. لما اجي افتحها لوحدها بره الباوربوينت كده هلاقي نزل اهو الصورة، الاربعة صور خلفية بيضة ما بينهم، ده عليه ايه وده عليه بي، وفي الليجند ظاهر بتاعهم تحت الكلام اللي فيه كده. انا جمعت بليت بابسط ابلكيشن موجود اللي هو الباوربوينت بكواليتي عالية للصور، عن طريق ان انا دخلت الصور بحجمها كامل، ما صغرتهاش ولا كبرتها. شكرا.